هنا هنتكلم على lateral compartment of the foot، وده ظريف جدا. ادي lateral compartment هنا اهو، باين اوي المسلز بتوعه، وهنا دي lateral malleolus. فالمسلز بتوعه التندونز بتاعتهم بيعدوا behind the lateral ايه malleolus. ال lateral compartment ده فيه اتنين muscle ونيرف. الاتنين muscle، واحدة superficial اسمها perineus longus، واحدة ديب ليها اسمها برينياس بريفس. دي البرينياس لونجاس، واحدة ديب ليها اسمها برينياس ايه بريفس. الاتنين مصر بيعدوا من بيهايند لاترال مانيولاس. البرينياس بريفس بتعمل انسيرشن في الفيفث ميتاتارسال بون، البرينياس لونجاس بتمشي في السول اوف ذا فوت، تعمل في الفيرست ميتاتارسال بون والميديال كونيفورم بون. الاتنين مصر دولت اللي هو البرينياس لونجاس والبرينياس بريفس معاهم نيرف سبلاي واحد اسمه ماسكولوكوتينس نيرف، وليهم اكشن واحد اللي هم يعملوا ايفيرشن، يعملوا لي ايفيرشن اوف ذا فوت. يبقى ادي المصل دي اسمها برينياس لونجاس، وتحتها مصل تانية اسمها برينياس بريفز. المنظر اهو، ادي البرينياس لونجاس السودا التقيلة دي، البرينياس بريفز اللي تحتها. الاوريجن بتاع البرينياس لونجاس تطلع من الابر تو ثيرد اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا فيبولا، يعني تطلع من التلتين الفوقانيين في اللاترال سيرفيس اوف ذا فيبولا. البرينياس بريفز تطلع من اللور تو ثيرد، كأن البرينياس لونجس والبرينياس بريفز بيشتركوا في روب في تلت من اللاترال سيرفيس اوف ذا فيبولا. واحده تطلع من الابر تو ثيرد، ثانيه تطلع من اللور تو ثيرد. البرينياس بريفز تعمل انسيرشن في البيز اوف ذا فيفث ميتاتارسال بون، البرينياس لونجس بتعدي في السول اوف ذا فوت، تمسك في الفيرست ميتاتارسال ايه بون. الاثنين ماسل دولت بياخدوا نيرف سبلاي من الماسكولوكوتينس نيرف، او اللي بنسميه سوبرفيشال بيرونيال ايه نيرف. المنظر عندي اهو، دي الفيبولا، ده اللاترال سيرفيس اوف ذا فيبولا، دي البرينياس لونجاس، تحتها البرينياس ايه بريفس. البرينياس بريفس جت عملت انسيرشن على طول في الفيفس ميتاتارسال بون. البرينياس لونجاس لا، بعد ما عدت بيهايند اللاترال مالولاس راحت جايه هنا، عملت جروف على الكيوبويد بون ومشيت بالعرض كده، وراحت ماسكه في الميديال كونيفورم بون والفيرست ميتاتارسال ايه بون. البرينياس لونجس والبرينياس بريفيز المين ايفيرتورز اوف ذا فوت، يعملوا الاثنين دول يعملوا ايفيرشن زي التيبياليس انتيرو وتيبياليس بوستيرو كانوا بيعملوا انفيرشن. برينياس لونجس وبرينياس بريفيز يعملوا ايفيرشن، وياخدوا نيرف سبلاي من نيرف اسمه ماسكولو كوتينس نيرف اللي هو السوبرفيشال بيرونيال ايه نيرف.